خلوني اسمع الاول دكتور خالد فهمي وزير البيئه، واعود لاستكمال دلالات هذا الحادث مع حضرتك. دكتور خالد اهلا بيك يا فندم. مساء الخير يا محمد بيزر، وعزائنا ليك وعزائنا للشعب المصري كله يا فندم في هذا الحادث. البقيه لله يا فندم، وشهدائنا في الجنه وقتلهم في النار يا فندم. انا عرفت انه في اثنين يا فندم من الوزاره كانوا يعني بيعملوا في الوزاره، كانوا موجودين في المسجد النهارده مش كده؟ احنا عندنا محميه الزرانيق موجوده في شمال سيناء، وعندنا يعني كتير قوي من العاملين هناك من العريش، وفقدنا اثنين، وفقدنا كمان احدى ابناء العاملين في هذا الحادث الاسيم. شهداء، نحسبهم شهداء عند الله ان شاء الله يا فندم. امين يا ربي. اتفضل. لا اتفضل يا فندم. وانا يعني انا سمعت كل اللي اتقال النهارده ومتابع برنامج حضرتك. ما نقدرش نقول غير اني ان بقى الاوان ان احنا نجتمع على كلمه راجل واحد وننهي كويس. يعني في جدا بعض دي دعوه مهمه جدا يا فندم. لو تسمع سيادتك بعض القنوات المعروفه بتوجهاتها، يعني وان كانت بتسمي نفسها قنوات عالميه، الا ان يعني واضح جدا ان في ناس من مصر يتدخلوا وبيقولوا كلام لا يمكن ان احنا نقبله من اي واحد مصري، يعني ويدل على ضحاله الفكر. يعني صحيح كويس، يدل ان الناس ما تفكرش ومش عايزه تفكر، عمليه بينه وواضحه وضوح الشمس، واضحه وضوح الشمس، وان تم خنق كل المجموعات الاغلبيه، وبالتالي بتقدر لهذه الاعمال الخبيثه. كلنا هنجتمع عليهم وهنسحقهم سحقا. صحيح يا فندم، صحيح، ودي رساله مهمه جدا حضرتك بتوجهها للشعب المصري، انه الناس لا تيأس، وانه احنا ماضين في المعركه دي للنهايه. ولا نتهز فندم، ولا نتهز شعره واحده. ان شاء الله، ان شاء الله يا فندم. يعني شهداءنا غاليين علينا، ولكن هذا وقت الانتقام. لا، ودليل كمان دليل ان انا عارف ان انتوا الوزاره في المحميات هناك وشغالين، والاعمال لا تتوقف، والناس مش خايفه وبتروح تأدي عملها، وده جزء كمان من مواجهه الارهاب، ان الناس تشتغل وتعمل اللي عليها. بالظبط يا فندم، بالظبط، لان هو الارهاب اللي بيحاول يعمله هو بالظبط عكس الكلام. صحيح. ان يخلينا كلنا مش عايزين نشتغل، يخلينا كلنا في حاله خوف وفي حاله فزع وفي حاله ترقب. ما فيش حد الا بيموت ناقص عمر. صحيح يا فندم. وده واجب علينا كلنا، ويجب كلنا نضحي ببلدنا واللي وشهدائنا، احنا مش احسن من شهداء. صحيح، صحيح. دكتور خالد فهمي وزير البيئة، بشكر حضرتك جدا، وعزائي المتجدد لشهداء وزارة البيئة. يعني كل مؤسسة في مصر، كل مكان في مصر ليه شهداء النهاردة، وده اللي بقول لحضراتكم ليه المعركة خطيرة.